طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وحول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين هو 10727 على القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد الجديد. اليوم نريد نتحدث عن التكتلات اللي ظهرت في الآونة الأخيرة في الأيام القليلة الماضية، تكتلات شبابية تدعي بأنها خرجت من رحم ثورة تشرين وبأنهم يمثلون ساحات التظاهر في بغداد، في الناصرية، في البصرة. هذه التكتلات كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد، وقالت فيه بأن نشوء حركات وتكتلات شبابية أخذت تتبنى مطالب الحراك الشعبي، لكن تبين بأن أحزابا وشخصيات سياسية تقف خلف هذه التكتلات، وهي دفعت باتجاه تشكيلات كيانات رديفة لها. احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، بأنه الكثير من هذه الحركات التي تدعي وبأسماء مختلفة كوعي أو إلى آخره، تدعي بأنها جاءت لتصحيح مسار العملية السياسية. والتساؤل الذي يطرح، كيف لك أن تقبل بدخول هذه العملية السياسية وأنت تدعي بأنه أنت ممثل لهذه الساحات، ساحات التظاهر، وما زال دم أكثر من 700 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، لغاية الآن لم يتم إلقاء القبض على القتلة والجنات أو ما يسمى بالطرف الثالث؟ فأنت شلون تقبل اليوم أنه تدخل هذه العملية السياسية وبعد الانتخابات أنت لازم تتحالف؟ يعني أنت إذا تريد تأخذ منصب وزاري فلازم تتحالف مع كتل متهمة بقتل واختطاف الناشطين، فهذه تعتبر خيانة لدماء الشهداء. كيف لك أن تمثل هذه الدماء وتدعي؟ طبعا ساحات التظاهر الناشطين نفوا هذا الأمر جملة وتفصيلا بأن ليس لديهم ممثلين كتل سياسية شكلت في الآونة الأخيرة للدخول في العملية السياسية أو في الانتخابات المبكرة للعام المقبل. خلونا نتابع هذا التقرير، تقرير صحيفة العربي الجديد الذي جاء بعنوان تكتلات بأسماء جديدة لمنع التغيير في البرلمان. قال بأن إعلان نشوء حركات وتكتلات شبابية أخذت تتبنى مطالب الحراك الشعبي، لكن تبين بأن أحزابا وشخصيات سياسية تقف وراء هذه التكتلات، وهي دفعت باتجاه تشكيل كيانات رديفة لها مستلهمة شعاراتها من وحي ساحات التظاهر. يعني حتى شعار هذه التكتلات سرقت من ساحات التظاهر. هذا الأمر كما جاء في التقرير أدى إلى مطالبة ناشطين عراقيين بأن يخرج أي إعلان عن تأسيس حركة أو تكتل مدني يمثل الحراك من قلب ساحات التظاهر،
حتى تثبت هذه الكيانات أو تثبت هذه الكيانات بأنها ولدت من رحم هذه الساحات وليس الدخيل عليها. معنا اتصال. نعم، عناد من كربلاء، ناشط من كربلاء، تفضل أخي عناد. أكيد أخي عناد أنت سمعت وشفت اللي صار في الأيام الأخيرة بأن هناك تكتلات تدعي بأنها ممثلة لساحات التظاهر، ما هو رأيك؟ حياكم الله. السلام عليكم. بك. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة الأحزاب تحاول، الأحزاب الفاسدة اللي حكمت العراق منذ 2003 لحد الآن تحاول العودة بشكل آخر إلى 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 الواجهة بعد ظهور الوعي المجتمعي، بعد حراك تشرين، بعد ثورة تشرين. وعي المجتمعي رافض لكل هذه المنظومة التي حكمت، هذه المنظومة السياسية التي أضرت وهدرت الأموال وفعلت ما فعلت في البلاد حتى جعلت هذا البلد منبع الحضارات إلى آخره، جعلت من هذا البلد مثالا لا استطيع ان اقول سيئا. نعم. مثالا كثير من الدول تقول حتى لا نصبح مثل العراق. على كل تحاول العوده بواجهه اخرى، فقدمت الدعم لخيمه هنا ولخيمه هناك، ثم اتت بشخوص بديلين كانوا في الخط الثاني لهذه الاحزاب، ودعت انه هؤلاء ناشطين وانهم يرمون تاسيس كيان سياسي. قدمت الكثير من الاحزاب صور رديفه لها حتى تعود للواجهه للمره الثانيه، لان خروجها من الحكم معناه كشف كل اوراق الفساد التي كانت تتغذى عليها. نعم. أخي عناد، يعني إحنا مثل ما تساءلنا في بداية الحلقة، يعني إذا هو اليوم يطلع بمؤتمر صحفي ونعرف أنه تكاليف باهظة جدا في هذه المؤتمرات وهذه التجمعات وهذه الدعايات الانتخابية، ويقول لك لا أنا ما تابع الحزب، ومع العلم بهم شخصيات كانوا تابعين لأحزاب سياسية معروفة دخلوا معاهم في الانتخابات السابقة، يقول لك إحنا جايين نمثل ساحات التظاهر واحنا حركه ضد هذه الاحزاب اللي موجوده في اللي مسكت البلد منذ العام 2003 ولغايه الان. الا تعتبر خيانه لدماء الشهداء اللي لغايه الان لم يحاسب ولا شخصيه قتلت وجرحت هؤلاء المتظاهرين والناشطين؟ اخي احنا من 2011 لحد الان نتظاهر وعندنا علاقات بكل المحافظات. نعم. عندنا مشكلة لما ناخذ اجتماع، عندنا مشكلة شلون ندبر اللوجستية، شلون نكتب الشعار، الأموال اللي اللافتة الكذا، ذني عندنا مشكلة بيه. نعم. ما يطلع لي قنوات فضائية تدعمه وكذا وكذا، مبين واضح جدا مقدار الدعم المالي اللي قاعد يتلقاه، والدعم كل أنواع الدعم واضح جدا اللي يتلقى هذا الشخص وغيره. وثاني بعد انت قلت كانوا ضمن الاحزاب والكيانات وصعدوا للانتخابات ضمن هذه الكيانات ورجعوا محاوله لتدوير النفايات، احنا خلينا نقول لتدوير هذه اعاده تدوير هذه الطبقه القديمه بشكل اخر. يعني يعجبني تصوير احد الناشطين، كنا نسولف اليوم بهذا الموضوع. نعم. طورهم يقول سيعملون على الريموت كنترول، سيعملون هذه الواجهات الجديده ستعمل على الريموت كنترول. الجيل السابق سيحرك هذه الواجهات بالريموت كنترول. نعم. سيد عناد، يعني كلمتك انت كناشط، ما المفترض من قبل الناشطين والمتظاهرين اللي واقفين من 11 لغايه الان من العام 2019 ولغايه الان، واحنا يعني بعد أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الأولى لثورة تشرين، ما المطلوب من الناشطين من المتظاهرين اللي قدموا كل شيء في سبيل النجاح واستمرار وديمومة هذه الثورة؟ اليوم مع خروج هذه التكتلات اللي تريد تدخل العملية السياسية، ما المطلوب من الناشطين حتى الصورة تكمل عند الشعب؟
كل كيان لم يلد من داخل ساحات التظاهر لا يمثلنا. على المتظاهرين أن يضعوا هاشتاك لا يمثلنا فلان، لا يمثلنا فلان، لا يمثلنا فلان، هاي واحد. نعم. اثنين، بالذكرى التشريمية الثانية نحتاج إلى أن نلملم صفوفنا ونتوحد. نتوحد إحنا وحدة إنه ندخل انتخابات، وحدة لا ندخل انتخابات مو مشكلة، بس خلي نتوحد، سواء كان نظام الدوائر المتعددة يفيدنا أو ما يفيدنا، ولكن توحدنا هو بحد ذاته وانتصار. نحن الآن متظاهرين في أغلب المحافظات، محتجين، معتصمين، سمينا ما شئت. نعم. ولكن إذا بقينا كذلك نبقى متفرق، نبقى خلينا نقول الأحزاب تستطيع أن تقول هؤلاء يمثلون المتظاهرين كذا، وتتصيد بالماء العكر. لذلك علينا أن نتوحد، علينا أن نعد العدة لتشريمية ثانية، علينا أن نرفض هذه التكتلات التي خرجت باسم الحركة الاحتجاجية. نعم. أنا أشكرك سيد عناد من كربلاء، الناشط عناد كان معنا. طبعا التقرير قال بأن الأحزاب، هناك أحزاب معروفة تسعى إلى دخول حلبة الانتخابات بأسماء غير متداولة، موحية بأنها منبثقة من ساحات التظاهر. طبعا تحدث للتقرير أعضاء في الحراك الشعبي في بغداد، في الناصرية، في كربلاء، لصحيفة العربي الجديد، وقالوا عن إعلان وجوه معروفة انتماءاتها السياسية والحزبية عن حركات سياسية جديدة، وذلك بهدف الدخول إلى حلبة الانتخابات بأسماء غير متداولة والإيحاء بأنها منبثقة من ساحات التظاهر ومن قلب الحراك الشعبي. معنا اتصال أحمد من الموصل، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونكم؟ شخباتكم ان شاء الله بخير؟ الله يسلمك ويخليك. دادي انا بود العفو العام على الابرياء والسجون، يعني والله العظيم تعبنا. نعم. ايوه الناشطكم، الناشط قناتكم الحره، يعني توصل صوتنا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. نعم. نعم الناشطكم والله العظيم، يعني لا حول ولا قوه، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعينكم أخي أحمد. نعم. والناس شفكم بس توصلوا صوتنا يفرج عنا الأبرياء. نعم. نعم والله تعبنا، ساعة الموسم مليان، يعني أسعاني، يعني عدنا البارحة جماعة قوت يعني طلعوا ما عدهم شردة وخذوهم ظلم والله كله. مش وقت صارت الحملة؟ والله الساسة هواية حملات، يعني نعم. سارة بالموصل سارة هواية بالموصل حملات، ما عنده شيء كلها سطب السجن، امتلت السجون، يعني والله تعبنا كلش هواي. الناشط مصطفى الكاظمي يفرج عن المظلومين. الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. والله تعبنا أستاذ والله. نعم. حتى البيوت قاعدة نبيعها نمتل المحامين تا يطلعونا. صوتنا المصطفى الكاظمي بلشي ناشد، بلشي يسمع، بلشي العالم تعبت والله تعبت. الله كريم، الله يفرج عن كل بريء. أني أشكرك أخي أحمد من الموصل، كان معنا يناشد بالعفو العام عن الأبرياء، وتحدث عن حملات اعتقالات يعني تشن بشكل مستمر. من ضمن الشهادات اللي ذكرها التقرير على لسان الناشط علي عباس، أكد وهو من ساحة اعتصام التربية في كربلاء، قال بأن وجوها حزبية وسياسية عملت إلى تشكيل تكتلات، وهي تحاول اليوم تسجيلها في مفوضية الانتخابات للمشاركة في الاستحقاق المقبل، متبنية مطالب التظاهرات. بحسب عباس فإن هذه التكتلات تزعم بأن حركتها خرجت من الساحات، وشدد على عدم صحة ذلك، وأكد بأن أحزابا كبيرة وفاعلة تقف وراءها لإجهاض أي مسعى لتغيير المعادلة داخل البرلمان المقبل أو تغيير العملية السياسية ككل. معنا اتصال من الناشط أنس من بغداد، تفضل أخي أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
اخي عمر، بالنسبه لموضوعك اليوم حول تشكيل حركات او احزاب او تشكيلات باسم مساحات الاعتصام، طبعا تشرين ترفض هذه المحاولات رفضا قاطعا. نحن المعتصمون في ساحات الاعتصام، في ساحه التحرير وفي ساحه الحبوبه، في كل ساحات المنتفضه، لم نرشح اي شخصيه لحد الان لاي دخول في عمليه انتخابيه. انا اقول لحد الان واعرج على هذه الكلمه، هؤلاء السياسيين الفاسدين المفلسون وهم احزابهم يعني طبعا يتلولون ويبدلون جلودهم كالافاعي صراحه. يعني شفتوا حركه وعي هي منبثقه عن تيار حكمه، وتيار حكمه هو كان المجلس الاعلى، واليوم يجي يعني موافقه ويجي تبريكات حسب ما شفنا اليوم او البارحه مع نور المالكي. يعني هذه كلهم متآمرين على تشرين، وكلهم يحكون باسم تشرين، وتشرين لا تمثلهم ولا يمثلون تشرين لا عن قريب ولا عن بعيد. وهذه الاحزاب هي نفسها اللي قمعتنا وياها، نفسها اللي اتهمتنا بالجوكريه واولاد السفارات وما شابه ذلك، هذه الاتهامات الباطله. فاليوم اجت الانتخابات، اليوم يخرجون حتى يخدعون الشعب باسماء وشعارات من طلب تشرين. يعني اليوم من يقول وعي، هذا احد شعارات تشرين اللي هو الوعي قائد، ويتونون بهذه الاسماء. نعم. تمام. فهم لا يمثلون تشرين لا من قريب ولا من بعيد. نعم اخي انس، يعني هو اختيار هذه الكلمه من قبل احدى التكتلات، وانت مثل ما اشرت الها والتقارير الصحفيه والناشطين يؤكدون ذلك بانها تابعه الى تيار الحكمه. يعني اليوم انا عندي يقول الان احنا حركه وعي، زين هو احنا 17 سنه ليش؟ هي ثوره تشرين مو طلعت وصححت الكثير من المفاهيم الخاطئه لدى المجتمع، وكانت هي يعني داعم رئيسي لنشر الوعي لدى الشباب. زين انت اليوم من ينقتل اكثر من 700 شهيد وينجرح اكثر من 30 الف متظاهر، يعني انت اليوم تحتاج وعي حتى تشكل كتله سياسيه دعت تتحالف مع القتله حتى تاخذ لك منصبين، لو المفروض انت توقف مع ساحات التظاهر حتى تنكشف، يعني يعرضون على القضاء هؤلاء القتلة والمجرمين. استاذ عمر، هؤلاء السياسيين والاحزاب الفاسده المفلسه سياسيا، يعني اريد اسميها بهذا المصطلح. نعم. حينما ادركوا بخطوره تشرين عليهم وعرفوا تشرين قبل تشرين ليس كما بعدها، اليوم حاولوا ينتزعون جلدهم. انا قبل شوي اشرت لك الى قضيه الابعى، حاولوا ينتزعون جلدهم ويطلعوا لك بوجه جديد. شافوا الشعب كل اليوم متضامن مع الثوره مهما شوهوها، طبعا هذا اللي شوهها هم الاحزاب هم نفسهم، مهما شوهوها ان الوعي والثوره هي سيده الموقف، وقول الثوار هو سيد الموقف اليوم. ولكن اليوم يعرجون على هذه التسميات من اجل الحصول على مكاسب انتخابيه لا اكثر ولا اقل. وفي حقيقه الامر هم لا يفترضون من المتظاهرين شيء، هم نفسهم اللي كانوا يتهمونه، هم نفسهم. يعني احنا ما اريد احكي والله بالقلم عربي، بس تيار الحكمه اللي هو نتذكر، كلنا نتذكر ما قام به اتباع عمار حكيم بالمزرعه اللي صارت عند قبر سيدي حكيم. نعم. هذا احنا ما ناسيه. يعني بالاضافه الى عده امور اخي العزيز، يعني يوم شفت تصريحات كثيره لعمليه تحرير من ابطال مكافحه الارهاب لتحرير البطل سجاد العراقي ابن الناصريه. نعم. اليوم شلون وقفوا ضدنا، واليوم نفس التسميه، الاحظ بهذه العباره نفس التسميه اليوم، هذه البيجات والحسابات والاعلام المغرض الولائي قاموا يسمون جهاز مكافحه الارهاب بالجيش الكاظمي، نفس التسميه اللي ادج الها نور المالكي سابقا. واليوم يشوفون صورة الجيش العراقي ويشوفون صورة جهاز مكافحة الإرهاب، لأن حسوا بالخطورة وحسوا بأن وضعهم أفلسوا سياسيا بعد ما راح يقدرون. وإن شاء الله تشرين قائمة وتشرين راجعة، وما راح يقدرون يبقون، وهاي تشرين هاي أمل العراق الوحيد. نعم أخي أنس، يعني في ظل هذا يعني محاولة سرقة الثورة من الثوار الحقيقيين، ما هو المطلوب اليوم من الناشطين من المتظاهرين؟ اخي العزيز، احنا اليوم رفضنا
ضبطنا هذه الحركات وسوف نعلنها من ساحة التحرير رفضا قاطعا، ولا تمثل الثوار ولا يخدعون الشعب العراقي المسكين بهذه الحركات. ساحة التحرير إلى هذه اللحظة لم ترشح أي شخصية، تمام، لم ترشح أي شخصية أو حزب أو تشكيل أو ما شابه ذلك. هؤلاء قلت لك مفلسون سياسيا، اليوم يستغلون ويا الموجة. نفس ما تواه تحالف الفتح، احنا شفنا استغلوا تضحيات المقاتلين والشهداء واطلعوا لنا بالفتح، ويعني هم يستغلون هذه الاحداث اللي تصير قبل الانتخابات ويحجروها لهم. يعني كانما ما اقدر اوصفك شوي من سبب قناه تلفزيونيه. المهم هؤلاء لا يستطيع ولم يصعدوا على اكتاف المتظاهرين، لا احد مخولهم. نحن ثوار ونحن من نقول كلمتنا، لا احد مخولهم ابد ولا عدنا اي تواصل معاهم. وانت لاحظت انسجام الغراوي، هي واحده من هؤلاء، هي قياديه في تيار حكمه، يعني هي عمرها حياتها ما وصلت ساحه حتى اعتصام، ما احنا نشهد النهار كله بالساحه. يعني شوف هي وصلت الساحه او اليوم تتكلم باسم المتظاهرين. و قلت لك ان هؤلاء كالافاعي، اركز على هذه المقوله، كالافاعي يبدلون جلودهم بما تقتضيه مصلحتهم الشخصيه فقط. نعم، انا اشكرك اخي انس الناشط من العاصمه بغداد. معنا احمد من اهالي جرف الصخر، تفضل احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك استاذ عمر، حياك الله. كل انسان شريف يدافع عن الحق ونطق بالحق. نعم والله ابي بس نصلي التلفزيون. نصلي التلفزيون. نعم. الله يخليك، تفضل. بدايه كلامي يا ابي شعري يقول يا ليت شعري وكيف حال احبتي باي طغم قد قيموا واقاموا، لا اخبار تروى ولا تدمين من احلامه، على ما اخترت الفراق لكن حكمت عليه بذلك الأقدار. بالنسبة أنا عندي الله مستعان. نعم. إحنا مقيمين عواننا. نعم. ومقصرين. أنا عندي ثلاثة مقيمين، ما أعتقد. نعم. وواحد سجين. ثلاثة من أخوتك. إيه نعم. إحنا جت الصخر وقع علينا ظلم وحيط. ما وقع على بشر، احنا اذا مو عراقيين نقول لهم يابا انتم مو عراقيين، ده واحد يفتهم. زين؟ طلعوا انطونا ولدنا، ده واحد يطلع ولدنا نسافر برا نشوف لنا غير دوله، قال تفتح لنا ارض غادر نروح نحط لنا مخيمات ونقعد احسن لنا. احنا ليش محسوبين على العراق؟ بالنسبه للمظاهرات هذا الشيء واضح المعروف لكم، انا يعني الشيعه هم اخوتنا، احنا نقول الاحزاب الشيعيه سوت ما سوت. اما السياسيين السنه النظاميين غوص صالح المطلق وذاك شو اسمه الحلبوسي وغيره، ذول نظاميين غوص مع بالهم يعني ما يتاجرون باسم المكون، قال المكون وحش المكون، يطلع ذاك صالح العيساوي يقول احنا الممثل الوحيد للمكون السني التحالف القوي، يابا انت منو انت شنو انت من فوضيك بهي انه يشرمونه وينطونه منصب بالجبن تحالف القوى الحلبوسي غير الحلبوسي. احنا عمي ما يردونا، احنا ما نريدهم، ما يريدنا ما يشترينا نفتح، ما نريد خساره، ما يردونا علينا راس، يعطونا ولدنا يردون برا يردون لنا مخيمات كافي كافي وقع علينا ضيم. زين محمود المشهدان وغير محمود المشهدان حزب تقدم وحزب صادقون ومش اسمه يطلع هذا الشيخ شو اسمه عبد الله كربيط، والله انت من هلا ناس معروفين وحموله وكذا. زين يطلع هو الحلبوسي يقول هاي جثث اللي طلعت بجرقه هاي احداث جنائيه وكذا، وكنت ليش ما تخلاها؟ الله لا يوفقكم ان شاء الله، وكنت ما تعرفونهم انتم ذولا منهم؟ زين ما تعرفونهم ذولا؟ على حساب ويطلع لحساب ائتلاف المحافظات المحرره وغير مجي. هاي الاسامي من يجيبون لنا اياها؟ زين واحنا مو شفنا ضيم ما شاف احد. كافي صار لنا كم سنه قلم اراضينا وبساتيننا اخذوها ناس مبينين ذولا كونهم لا الكاظم ولا غير الكومان، ترجى من اي واحد خير. زين والله منهار حتى اعصابنا. زين دمرونا كافعات. الله يوفقكم ان شاء الله، الله لا يوفق السياسيين السنه من محمود المشهدان وحاطينه
احنا احنا نريد نطلب اقليم سني، اقليم سنيين ونعدل، بس شرط هذا حش السامع دول الحثاله اللي يمثلون على اساس المكون ما مكون اللي لقوهم زين، هذول 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 حثاله المجتمع اللي اللي يدعون باسم المكون قاطعات يضحكون على الناس. والله ما ترجع لا خير بالانتخابات ولا ترجع هاي الحكومه كل كل خير زين. وانا اشكرك أنا أشكرك ويا رب يفرج عنكم وترجعون بأسرع وقت إلى مناطقكم. حقيقة ظلم واقع على النازحين ومن ضمنهم أهالي جرف الصخر وملف المغيبين، والجماعة ملتهين بقانون انتخابات جديد وبالدوائر وما دوائر، واللي ملتهي بتكتلات ويقول لك إحنا حركات جديدة. من تجي يا أبو أنت تعرف شيء عن ملف المغيبين، تعرف شيء عن ملف النازحين، تعرف شيء عن هذا الظلم اللي دي يصير؟ ما له علاقة، يسكت ما له علاقة حتى ما يتكلم. ومثل ما قال الأخ أحمد يطلعوا لك جماعة المكون اللي يدعون إحنا جماعة المكون السني، كل واحد لسانه هالطول على القنوات وما قدروا يرجعون مثلا أهالي جرف الصخر. حتى رئيس الحكومة إن كان مصطفى الكاظمي ولا عادل عبد المهدي ما قدروا حتى يوصلون يزورون هذه المنطقة. فملفات إنسانية شائكة، المفروض إحنا لو كنا نريد نخطو خطوة صحيحة هذه الملفات تحل. يعني أنت ما راح توزع لهم أراضي ولا توزع لهم رواتب، أنت تفتح له الطريق وتقول له روح يرجع لبيته. الناس حتى وصلت إلى حد يقول لك عمي أنا قابل حتى إذا بيت مدمر عمي أروح أنصب لي خيمة وأقعد هناك أشرف لي وأحسن لي. ما سواها. يقول له يابا أكو عشرات الألوف من الأبرياء سووا لكم افتحوا هذا الملف الإنساني طلعوهم ذولا أبرياء. نتكلم عن الأبرياء عن الأبرياء، تقول له عمي أكو مغيبين بالآلاف، ما يحجون بها أبدا لأن يعرفون أكو ميليشيات هي مسيطرة على هذا الموضوع، هم ما يقدرون يفكون حلقهم بهذه الأمور. أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. أبو ياسين تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أبو ياسين من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نستكمل ما قاله الناشط علي عباس من كربلاء في تقرير صحيفة العربية الجديد، قال بأن المجلس الإسلامي الأعلى، حزب الدعوة، شخصيات سياسية في بغداد بعضها معروفة بتنقلها من كتلة إلى أخرى قبل الانتخابات، هي أبرز المتورطين بالوقوف وراء هذه الخطوة وتشكيل كيانات حزبية تنتحل صفة الحراك الشعبي. في سياق كشف ناشط مدني آخر في بغداد عن خروج تحرك مضاد من قبل الحراك يهدف للطلب بأن يعلن عن ولادة أي تشكيل ينتمي إليه ومن داخل ساحات التظاهر، وألا يحتمل مطلقا وجود أي سياسي سابق في هذه التكتلات. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح.
السلام عليكم يا حمار. وعليكم السلام قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لقانون الانتخابات الجديد راح يشرعونه وفق بالبرلمانيين طبعا، لأن هم جزء من عملية الفساد الرئيسية، لأن بالتشريعهم للقوانين المتعطلة وغيرها، راح يشرعون قانون انتخابات بما يخدمهم هم اللي موجودين حاليا بالعملية السياسية. نعم. أما إعطاء فرصة للناس الوطنيين، يعني تشريع قانون حقيقي لإعطاء فرصة للناس النشطاء السياسيين أو الشخصيات أو الناس الأساتذة الوطنيين في دخول الانتخابات والفوز، يعني فوز يعني فوز بأصوات حقيقية مو مثلهم، راح يشرعون قانون ما يخدمهم، يخدم حزب الدعوة والحزب الإسلامي ويخدم بدر ويخدم الفتح ويخدم النصر ويخدم هاي الكتل الموجودة اللي صار لها لازق على قلوبنا، نايم على قلوبنا 17 سنة. فالقانون مني ظلي مطلوم به هذا جاي اكو به لوفات راح يسووها وخزعبلات ما يخدمهم، اما خدمة المواطن ماكو. والدليل على انهم طول هاي الفترة ال 17 سنة البرلمان العراقي ما شرع اي قانون يخدم المواطن العراقي البسيط، يعني ما عندنا قانون يحميك، لا مثلا يحمي الأسرة ولا الطفولة ولا المرأة، ولا عندنا اي قانون حقيقي. اخي صباح اليوم احنا يعني دا نتحدث بهذه الحلقة حول التكتلات اللي طلعت في الأيام القليلة الماضية تدعي بأنها تكتلات شبابية، تكتلات جاءت من رحم ثورة تشرين، جاءت ممثلة عن المتظاهرين وتريد تدخل للانتخابات المقبلة. طبعا مثل ما احنا استمعنا إلى بعض الناشطين من بغداد من كربلاء، وكذلك دا نتابع تقرير حول هذا الموضوع، وكل الناشطين تقريبا أغلب الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي قال لك احنا ما رشحنا أحد، وهذه الشخصيات بيها يعني اللي شفناهم أغلبهم كانوا تابعين لأحزاب سياسية معروفة. فرأيك يعني هل يعقل اليوم انه احنا طلعت هاي الثورة وضحت وقدمت هذه الدماء والله دا نسوي لنا احنا كتلة سياسية حتى نطب بيها للبرلمان؟ كان قال لك لا والله احنا ما نسوي لا ثوره ولا تظاهرات، نروح نتحالف مع هذه الاحزاب السياسيه ونفوت وياهم بالانتخابات، اذا ما حصلنا مقعد بالبرلمان على الاقل نحصلنا وظيفه نحصلنا كذا. الثوره طلعت لتغيير مسار هذه العمليه السياسيه، لمحاسبه الفاسدين، للقضاء على الفساد، للنهوض بالبلد، بالتعليم، بالصحه، في كل المجالات. رايك بهذه التكتلات السياسيه التي تدعي بانها من رحم ثورة تشرين؟ أستاذ عمر، المتظاهرين الأخوة المتظاهرين يعني هسه دركم أن الأحزاب الرئيسية المهيمنة على دفة الحكم من 17 سنة يعني بحجة انشقاقات أو بحجة واجهة جديدة راح يستغلون، يعني يعرفون فسهم أنهم انكشفهم للشارع العراقي، كل العراقيين يعرفون أن هاي الطبقة السياسية الموجودة حاليا ما قدمت هذا الشيء ولا راح تقدم. فالمتظاهرين يعرفون اي شخصيه انها تابعه للاحزاب او ايدها ضلع بالاحزاب راح تدخل بحجه انها كتله جديده او يمثل المتظاهرين او يمثل طبقه معينه من المجتمع العراقي. انكشفت كل هاي الاوراق الاحزاب ما عندهم، يعني هسه احنا مثل بالانبار او بغداد او بالفلوجه او صلاح الدين اي شخصيه يترشح سواء كانت وطنيه او مثل الكتل الموجوده ترشحها مستقل، وبعدين هو يؤتمر بأمر رئيس الكتلة الرئيسية اللي هي صالح 17 سنة موجود. فهذا الموضوع مكشوف، أي شخصية هسه ترشح الناس أهل المنطقة يعرفون ولا شنو يعرفونه، هو وطني مع المتظاهرين مع مطالبهم، هو تابع الحزب، تابع التيار الحكمة وغير هاي التيارات اللي هسه جاي تسوي انشقاقات على شبيك واجهات جديدة لها من 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 يعني من صلب المتظاهرين. لكن المتظاهرين واعين جدا لأي شخصية راح ترشح هاي الانتخابات، لو راح تفشل بالكامل وما تصير انتخابات أو أن الشخصيات اللي راح تترشح راح تنكشف من يعلق صوره ويسألون عنه ويعرفونه ابن ولد الولاية، راح يعرفونه هذا تابع مثل حزب الدعوة أو تابع البدر أو تابع الفتح أو تابع هاي الأحزاب اللي مهيمنة صار لها 17 سنة. الموضوع مكشوف عند الشارع العراقي الآن، الشارع العراقي كشف كل الاعيب الاحزاب الموجوده بالسلطه، يعني بعد ما تمر علي هاي شغله الطائفيه، هاي سنه وشيعة واكراد وغيره، يعرفون الانسان النزيه من الانسان السارق والحرامي والمجرمين، مو بس حراميه احنا عندنا
بالاحزاب اللي تريد ترشح. عندنا ناس مجرمين دمويين امثالهم موجودين، ما نريد نعدد بيهم، ناس يعني متلطخه ايديهم بدماء العراقيين الابرياء من الطرفين. نعم. يعني مو احنا نستثني احد او نريد نذكر فلان او علان. نعم. ولقب او غيره او الحزب اللي تابع له، كلهم بدون استثناء ملطخه ايديهم بدماء العراقيين مثل المالكي وغيره والعامري والمهندس وغيره وغيره. هذول انكشفوا عند الشارع العراقي ناس طائفيين وكانوا معايشين مع الاسف على 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 يعني على شغله الطائفيه اللي المقيته اللي هم زرعوها وهم اجوا اساسا يريد يزرعوها. فالشارع العراقي وعى وعرف ان ذول الناس الموجودين شنو ولاءاتهم والمن تابعين وبامر منو يأتمرون، وحتى الميليشيات الطائفيه هي تابعه للاحزاب. وشوف هسه المتظاهرين المفروض الحشد المقدس اللي يسمون انفسهم مجاهدين المفروض يكونون ويا متطلبات المتظاهرين. نعم. في سبيل احقاقها من الحكومه، لكن هم صاروا بالضد. اذا انتم جزء من العمليه السياسيه وجزء من هاي الاحزاب اللي انتم مرتبطين بها، حشد ولاء يتابع الى ايران، فشوف هسه يعني الحشد ويا من راس ويا الاحزاب، مو حتى ويا الحكومه يريد يساند الحكومه في سبيل يعني محاسبه الفاسدين وفرض الامن والامان. لا، الميليشيات المسيطره على المشهد في العراق هي لها طبعا نفوذ سياسي في الحكومه. انا اشكرك صباح من بغداد، كان معنا ابو ياسين من بغداد يعاود الاتصال. تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. يا هلا بك، اهلا وسهلا بك. انا اولا احمد الله واشكره انه اكثر الشعب العراقي وعى على هؤلاء انه هم ناس دجاله وكذابين، ووقعوا على هاي القناه. انا اتصل بكم طبعا من 2012 كنت اتصل بكم باسمي يعني الشخصي، فغيرت ثقبت العالم. وقعوا على هاي القناه انه قناه وطنيه تدافع عن الامه العربيه والعراق. هاي وحده اخي، هؤلاء الحكومه والاحزاب وكل الحشود اللي وياهم ما يفيد وياهم كلام لين ولا يفيد وياهم مظاهرات سلميه. هذه الحكومه اللي يفيد وياها، انا من زمان قلت طبعا، اللي يفيد وياها بس الثوره، ثوره عراقيه اللي يقودونها بس العراقيين الحقيقيين، ثوره من كل المحافظات من شمال الى جنوب. بذات الوقت العراق يقدر يتنفس بصوره صحيحه ويزرع ويصنع ويعمر وترجع اللحمه العراقيه الصلبه. اخي والله هؤلاء كابوس اسود على العراق. نعم. كابوس اسود امريكا دخلتها للعراق، ومن دخلوا للعراق والله لبسونا الثوب الاسود. ناس دجاله حراميه، حتى من ضرائح اهل البيت باقوا سرقوا الماده، ما عندهم غير على العراق، شاربين حليب فارسي. يعني هسه انتم تقولون ذاك دكتاتور كان ما اعرف شنو، زين انتم لزمت العراق هاي صار 17 سنه عمروه، هسه انا هذا الماعون اكل بيه اغسله داري، لان انا جاي عايش على هالماعون. يعني اخي والله ذاك اليوم انا يمتى احتفظلاني الشيوخ الصبات وهذا شارع السعدون اللي كانت كل الدول العربيه معجبين بهذا الشارع وهاي الساحه. لا. ليش كذا صبات؟ ليش هالشكل؟ يعني والله ان شاء الله بس هم انكشفوا كلهم عمائمهم والقوط مالتهم، بس ان شاء الله اللي راح ينتصر الحق. لا. يعني ليش الناس الوطنيين نايمه بالفنادق ويم المقابر تمشي، وهم هؤلاء العملاء يمشون براحتهم وسيارات وفنادق وماده، بس ان شاء الله احنا احسن. ان شاء الله ان شاء الله العراق راح ترجع عافيته ويروحون لمذبحه التاريخ. وانا اشكرك. شكرا أقول. ابو ياسين من بغداد كان معنا. طبعا بحسب التقرير من ضمن التكتلات الجديده كيان اسمه العراق خيمتنا، طبعا اتهم بارتباطه بشخصيه سياسيه، هم الجماعه نفوا هذا الشيء. تيار الحكمه اللي يقوده عمار الحكيم تفرع عنه اكثر من كيان سياسي شبابي جديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرزها حركة وعي اللي يقودها المدير السابق لمكتب زعيم الحكمة صلاح العرباوي، وأقحم فيها طبعا عدد من الصحفيين العراقيين، بعضهم من العاملين في قناة الفرات اللي هي مملوكة إلى الحكيم. كشف أحد المشقين عن التيار بأن هناك توجيها بتشكيل حلقات شبابية جديدة لا تتبع التيار تنظيميا بل سياسيا فقط، على أمل أن ينجح أحدها في اختراق البرلمان والفوز بمقعد أو اثنين فيه، ما يكسب تيار الحكمة مقاعد إضافية.
نكمل. عندنا اتصال. شاكر من بغداد. شاكر تفضل. شاكر حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شلونك أخ عمر؟ أهلا وسهلا بك أخ عمر. وياي مون؟ إي نعم تفضل تعال الهواء. أخي عمر مو مقدر حتى لا تسوي أنت كسر مالكين غير الثلاث سوى أنت كسرات أخي سوى أنت من قبل من 2023 شو اللي سووا حتى سوى أنت كسرات وأصلاً لا ما يمثلون لا عن الظاهرين هاي ثورة شبابية طالب الحقوق طالب وطن طالب الطالب بالحرية الطالب بال يمشي بشارع يمشي بأمان أستاذهم دولة ليش دول الشعب العراقي هذول إن شاء الله ساعة الصفر إن شاء الله تجي وأيام إن شاء الله قليلة وإن شاء الله بإذن الله عز وجل إن شاء الله يا أخي أستاذ عمر إن شاء الله دولة ينسحلون ويطلعون حسب سامع نسبة التاريخ هاي وحدة. اثنين محمد الحج بوسي من قبل من كان محافظ الأنبار من اللي طالب هذا الدجال حسب ما أقول بوجهه هذا الدجال من يقول آني بس خلاص أصير رئيس برلمان شوفوا شو راح أسوي في المعتقلين وغيره غيره آلاف المعتقلين يا أخ عمر آلاف المعتقلين في سيطرة الرزازة لحد الآن ما حد يجيبهم وين لحد الآن ما حد يجيبهم وين آلاف المعتقلين في الموصل ما حد داعى بيهم ما حد يجيبهم وين النساء انتهكت أعراضها بالموصل صلاح الدين وبديالة وكركوك وبغداد معتقلات انتهكت أعراضها بسجون الشعب الخامسة وبالناصرية ما حد داعى بيها والله أنا أقول الله يسود وجوههم دول السياسيين خاصة من أهل السنة خاصة من أهل السنة الداعون وإحنا وإحنا ونشخبونه والعالم تنتخبهم وتصدق بيهم ذولا الدجل الكذابون المجرمين الله ينتقم منهم إن شاء الله ينتقم من نيران ينتقم من كل محتل محتل بلادنا وبلاد العراق والشعب العراقي الله ينتقم من كل شاكر من بغداد والله ينتقم من كل مجرم معنا. شكرا لك. نجي على 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 تكتلات أو تكتلات شبابية جديدة بحسب التقرير قال الأمر ينطبق كذلك على حزب الدعوة اللي بدأ باستمالة شخصيات شبابية في بابل وفي كربلاء وفي بغداد لتشكيل حركات مماثلة قد يعلن عن ولادتها خلال الأيام المقبلة مستوحية شعاراتها وأفكارها من التظاهرات ومن الاحتجاجات الشعبية. معنا اتصال أبو هاشم. هاشم من بغداد تفضل. هاشم تسمعني؟ نعم أخلاقي. حياك الله يا أهلا بك. نعم تفضل هاشم. نعم بالنسبة لي نعم تفضل. نعم تفضل أخي كلمة لك. عفوا بالنسبة للحركات اللي تشكلت حاليا يعني حسب ما سمعت أنه حركة وعي أعلنت في مؤتمرها التأسيسي أكو حسب ما سمعت أكو حركات أخرى اللي هي إدراك ويقظه واحدة منهم تابعة لحزب الدعوة واحدة الثانية تابعة لتحالف الفتح حسب ما أعتقد. الغريب بالأمر أنه كل الحركات هذه تدل على الاستيقاظ من النوم. طيب أنتوا لما 17 سنة نايمين ومقدرات الشعب يتلاعب بها الشعب يستنزف الشعب يذبح الشعب اقتصاده ينهك هذا الموضوع يعني يسترع الانتباه. أحب أنوه إلى مسألة مهمة جدا. أي حركة وأي كيان سياسي الآن يدعي انتماءه لثورة تشرين فهو كاذب. لا يوجد أي حراك سياسي يمثل تشرين وإن كان هناك بعض المتسلقين الذين دخلوا لتشرين عن تعمد لتغيير صورة أحزابهم وتجميلها. الأحزاب السابقة كلها أحزاب لم تجلب سوى الدمار للبلد وإعادة تدوير هذه الأحزاب بصبغة جديدة أمر مكشوف وواضح وجلي للعيان والشارع العراقي اليوم يمتلك من
إدراك والوعي ما يؤهله كشف مثل هذه الحركات. نعم أخي هاشم، يعني تسجيل الكيان في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية يكلف 100 مليون، تمام؟ يعني تقريبا 80,000 دولار. مبلغ يعني صعب من مجموعة ناشطين يقدرون يجمعونه. تدري أنت مو بس هذا، بس المبلغ مال التسجيل يحتاج لهم تنظيم، حجز قاعة، يحتاج لهم يعني مصاريف أخرى. زين مين جتهم هاي الفلوس؟ شوف أستاذي العزيز، بالنسبة لهذا الموضوع أرجو عدم الخلط، لأنه هم ليسوا بناشطين. أحد قيادات حركة وعي قبل يوم، يعني صارت 3 أيام تقريبا منذ البيان التأسيسي ولحد الآن، يوميا ينشر على صفحته وعدة مرات أن حركة وعي لا علاقة لها بتشرين بتاتا. إحنا كذلك نؤكد هذا الشيء، وفي حال ادعوا أنهم من تشرين أو يمثلون تشرين لنا حديث آخر معهم، لكن لحد الآن هم كل تصريحاتهم تدل على أنه يقولون إحنا كيان سياسي انبثق من تيار سياسي متسلط مشترك بالسلطة، لكن أجروا بعض التغييرات. وتغيير الوجوه هذا أمر وارد، إحنا شفناه في 2018 انتخابات 2018 زجة ودماء جديدة في أحزابهم لاستقطاب الشارع. أما بالنسبة لقضية التمويل، بديهي جدا تيار منذ 2003 ولحد الآن هو مشترك بالسلطة ومشترك في العملية السياسية، لديه مكاسب ومغانم كثيرة. 100 مليون مو فد رقم بالنسبة له، نعم. يعني هذه من الفتات، من فتات سرقاتهم أصلاً. نعم. أنا أشكرك أخي هاشم من بغداد. أنا بس أحتاج دقيقة حتى أقرأ رسائل الواتساب. يقول نحن من سكنة خانقين منطقة باختيار 3 من المهجرين من قضاء المقدادية، كل شهر نسلم المستمسكات الجنسية، جنسية رب الأسرة وهوية النازحين مع البطاقة، نسلمها للمختار وندفع 1000 دينار إجباري. يقول والله أكو عوائل ما عندها هاي الألف. زين أنتوا إن كان مختار ولا حكومة ولا الجهة المستلمة، يعني هو نازح تأخذ من عنده، علش تأخذ من عنده؟ نعم. رسالة أخرى يقول فيها أبو عمر من أمريكا، حياكم الله أخي عمر، كان البث مقطوع واليوم شاهدنا القناة الرائعة، تحياتي لك. لا أخي لم ينقطع البث، ولكن التردد تغير، التردد الجديد تغير وصار 10727. هذا التردد الجديد 10727. بث القناة لم ينقطع ولكن تغير التردد إلى هذا التردد اللي تشاهدوه على الشاشة. نعيد ونقول 10727 على القمر نايل سات. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.